بنات شلونكم، شو اخباركم اليوم؟ جايبت لكم جهاز وايد حلو، خصوصا حق الناس اللي كل اسبوع يحطون زيت على شعرهم او يحطون امبولات او او او, أو. هذا الجهاز اسمه كوزمو، عبارة عن فرشة، شايفين فرشة حلو. طبعا تقدرون تشحنون الجهاز وايد حلو، يتبطل بهالطريقة. زولي تحت شوفوا هني في نفس السيليكون شي تبطلونه، هني الفتحة هذه تحطون الزيت او الامبولة او الشيء اللي تعالجون شعركم فيه. طبعا انا الدكتور واصف لي هذا الدواء من امريكا، احط 1 ملي. اوكي الحين راح احط السيروم هني، فالحين راح احط الامبوله هني بالجهاز، بعد يبي لي نص. كذي انا حطيت الدواء مالي، تحطون الزيت جوز الهند، زيت اي زيت انتو تستخدمونه تحطونه هني، تمام؟ تأكدون انكم سكرتوه عدل، بعدها تردونه مكانه. الحين بفهمكم شنو بيصير. بس خلنا نسكر عدل. الحين راح اشغل الجهاز، صار لونه احمر، اشتغل، شايفين؟ فظيع بنات. أمبي توزعون الدواء بهالطريقة، أمبي يعني يسوي الجهاز هذا نفس المساج كذي، وايد قوي، تتخدرين من القوة. أمبي فظيع كذي، انت توزعين الدواء او الزيت اللي حاطته بنفس الوقت، هذا الجهاز يجدد الخلايا اللي بفروة شعرك، وبنفس الوقت يحفز على ان الشعر الجديد يطلع. عجيب بنات الجهاز، الحين عليه ديسكاونت. شوفوا الزيت الدواء مالي كله طلع، فظيع. ما خلق اتكلم، عرفتوا اللي ماسك الجهاز ما خلق اتكلم، بس هذا الشيء ضروركم تاخذونه. ابين من